بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى موضوع معرفة هل تم قبولك في أحد المدارس، أو هذه الطريقة تمكنك من معرفة جميع المدارس التي تم قبولك فيها بعد البكالوريا. طريقة سهلة جدا وبمساعدة جوجل، العم جوجل بالفعل. إذا ندخل إلى موقع جوجل، نقوم بكتابة مثلا، أنا سوف أدخل إلى جوجل المغرب، نقوم بكتابة الاسم. مثلا أنا سوف أختار الأسماء، مثلا سوف أختار الأسماء، أكتبها بهذه الطريقة ماجيسكيل ليس مينسكيل مثلا، ثم أقوم بإضافة ست نقطتين ما، ست نقطتين ما، أقوم بإضافة ست نقطتين ما وأكتب هذه ماجيسكيل بين معقوفتين وأقوم بالبحث. مثلا انا تم قبولي مثلا في ليست داتونت مي 2013 2014 مثلا، كيف يمكنني ان اعرف هل انا من تم قبولي او اسم شخص اخر؟ نرى دائما رقم الوطني، هنا الرقم الوطني، دائما نرى الرقم الوطني. مثلا هذا ليس أحد المدارس التي تم قبولي فيها، وكذلك هذا ليس أحد المدارس التي تم قبولي فيها. هذه مدرسة تم قبولي فيها مثلا، لا ليست مدرسة تم قبولي فيها. مثلا هذه مدرسة تم قبولي فيها في الليست الثانية، لأن رقم الوطني هو هذا أمام اسمي، الى غير ذلك. مثلا ليست الثامنه في ليفيستي مثلا، الى غير ذلك. ونقوم بالدخول الى الصفحه الثانيه لمعرفه جميع المدارس التي تم قبولي فيها. بهذا نكون قد انهينا هذه الحلقه البسيطه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.